وإن في إقبال هذا الشهر لشانا لكم أيها المؤمنون. فلقد كان نبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. إنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلهو حين يلقاه جبريل في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها المؤمنون، إنه شهر إكرام وإنعام من الله، فرض علينا صيامه، وسن لنا رسول الله قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن للحق تبارك وتعالى فيه تجليات وإفاضة خيرات يضاعف فيه ثواب النافلة إلى ثواب فريضة، وثواب الفريضة إلى 70 فريضة. بل حملت لنا بعض روايات السنة أن العمل يضاعف في رمضان إلى 1000 ضعف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاغنموا الشهر الكريم، واغنموا معنى الصيام فيه، فإن الله إنما يدربنا بهذا الصيام على ارتقائنا في معاني التزامنا ومعاني هممنا وعزائمنا. إنه الامتناع عن ضروريات الحياة في هذا النهار من أكل وشرب وجماع وجميع المفطرات يبين أننا أصحاب عزيمة، لسنا أسراء ولا مستتبعين للأنفس ولا للشهوات. من أجل الله نترك شهواتنا، فمن أجله نترك جميع ما حرم علينا. فلذلك نتأدب في الصوم له بملاحظة الكلام حتى لا يصدر منا كذب ولا غيبة ولا أذى لأحد من العباد. أيها المؤمنون، إنها نعمة بلوغ هذا الشهر الكريم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم. أيها المؤمنون، وجدير أن نراجع صلتنا بالقرآن في هذا الشهر، وما حفظناه نكرره ونتأمل معانيه. إن لم نفقهها بالعربية فبترجمة هذه المعاني إلى اللغة التي نفقهها ونعرف معانيها. أيها المؤمنون، هو شهر المواساة وشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواصلة للأرحام، وهو شهر التفقد للجيران. أيها المؤمنون، شهر الاستغفار وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، وتجديد العهد بالشهادة: اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك وطلقائك ونقذائك وأسرائك ونجرائك من النار في رمضان، اللهم اجعلنا من أوفر عبادك نصيبا من كل خير فيه. فإنه بلغنا عن نبيك أنك تعتق كل ليلة 600,000 عتيق من النار، فإذا كان آخر ليلة اعتقت مثل ما اعتقت من أول شهر إلى آخره، اللهم فاعتق رقابنا من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبارك لنا في ليالي الشهر وأيامه، واجعلنا من المغتنمين له، وأسعدنا بحسن تلاوة القرآن وإقامة الصيام على التقوى وعلى الأدب والورع وعلى زيادة الإيمان والخشية منك والمحبة لك ولرسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمحبة لأهل بيته وصحابته ولصالح الأمة أجمعين ولجميع أهل لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وسلم رمضان منا، وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.